سلمى، بما أنه هذا الشهر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وحكينا كثير خلال الفترة الماضية عن هذا المرض وعن أعراضه وعن أشكاله، اليوم رح نحكي أكثر عن استقبال المشافي السورية لحالات سرطان الثدي وغيرها وكيف بيتعاملوا معه. معنا الدكتور عصام أمين، مدير مشفى المواساة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا صباحك. صباح الخير دكتور. صباح خيرات. أهلا وسهلا فيكم دكتور. بالبداية خلينا نحكي مثل ما كنا عم ندردش هيك تحت الهواء، يعني مرض سرطان الثدي نسبته عالمية موجودة بكل العالم، ولكن في نسب بسوريا، ولو هيك نطلع عليها من خلال أكيد الحالات كمان اللي بتراجع المشفى. هلا الحقيقه بالنسبه لسرطان الثدي اهميته بتكمن من شيوعه. هلا هو السرطان الاكثر شيوعا عند المراه، وثاني اكبر سبب للوفاه عند المراه بعد سرطان الرئه. يعني سرطان الرئه بيجي رقم واحد بالنسبه لاسباب الوفاه عند المراه بالسرطانات، سرطان الثدي هو رقم اثنين، بس هو اشيع سرطان موجود عند المراه. صافي سيدات، كل 8 نساء في وحدة منهم مصابة بسرطان الثدي، نسبة مخيفة. بالعالم كل دقيقتين، هلأ إذا عدينا دقيقتين تشخص حالة سرطان الثدي، كل 13 دقيقة في عندي حالة وفاة من سرطان الثدي. هلأ الجميل هون عم نحكي على الجانب النص الكاسي الفاضي، وهلأ نحكي على النص الكاسي الثاني، إنه التشخيص المبكر يؤدي إلى شفاء يقرب من 100%. يعني هوني السرطان هذا بيقسموه لمراحل ستيج 1 2 3 4، فإذا كان الكشف مبكر فالنسبة الشفاء تقترب من 100%. ومن هون أهمية الحملات اللي عم بتصير مشان بالنهاية تقصي الأورام بشكل مبكر عالميا. هلا بناخذ كنسبه يعني العالميه، شو التوصيات العالميه؟ التوصيات العالميه اللي بتقول انه اذا في امراه في قصه وراثيه عندها من 35 لازم تبلش تعمل فحص دوري لموضوع الثدي. يعني الفحص الدوري شو هو؟ عباره الماموغرام اللي هو تصوير الثدي والايكو. بين الأربعين للأربعة وأربعين يفضل، هون انتقلنا، يفضل انه تعمل بشكل سنوي فحص مامو وايكو. هلا البيك تبع السرطان الذروه اللي هو بين ال 45 لل 54، هون انتقلنا من يفضل الى يجب. يجب ضروري انه كل مرأة عمريا بين ال 45 لل 54 تعمل فحص وبشكل دوري لموضوع سرطان الثدي. هلا بتتراجع شيوعه شوي بعد ال 55. هو كثير ورم سرطان له علاقه طبعا بالعامل الوراثي، له علاقه بالهرمون الانثوي اللي هو الاستروجين. لذلك الورم هذا في الناس اللي عندهم خطوره اعلى يصير عندهم هن جماعه البلوغ المبكر، الجماعه اللي بيتاخر عندهم سن الياس، قلة الولادات، قلة الإنجاب، لأنه عم يضل مستوى الأستروجين عندهم عالي، استعمال الأدوية موانعات الحمل الأستروجينية، لأنه هالهرمون هذا وجوده لفترة طويلة بيأهب لموضوع سرطان. فأهمية موضوعنا هو موضوع أنه الكشف المبكر والشيوع الهائل. الحقيقة مشفى المواساة بمناسبة عيد الأم بالشهر ب 21 آذار، بنقول لأمهاتنا كمان كل عام أنتم هن بخير، كل أمهات سوريا يا رب تنعاد عليهم. المفروض أنه نحن كل يوم بالنسبة لأنه نحن نعيد مو بس ب 21 آذار. فعملنا بمشفى المواساة شفنا 375 حالة عشوائية بشكل مجاني. هلا من 375 حالة طلع عندنا 10 حالات سوسبيشيس مش مشتبهة. انعمل بعد التصوير خزعة واللي تأكد منها 3 حالات. طبعا تم معالجتهم بشكل مجاني. بتعرف مشفى المواساة هو المستشفى
الأكاديمي والخدمي الأول بسوريا ولا يزال يقدم معظم خدماته مجانا. هلا هون بدي نوه كمان على موضوع الجهاز. بمشفى المواساة جهاز الماموغرام هو من أحدث الأجهزة الموجودة في القطر العربي السوري. نعم. جهاز ديجيتال مؤتمت، بنعمل الفحص، بيطلع الشاشة عند الفنية، بينتقل بشكل مباشر لطبيب الأشعة. تمام. والشيء الحلو فيه انه في عملية ضغط وللثدي اثناء الفحص، لذلك كثير من النساء بيخافوا من الفحص انه مؤلم. بالجهاز تبع المواساة الضاغط مرن لا يسبب ألم. تمام. هلا عملنا كمان ب 15 و16 و17 10 100 حالة، كمان طلع منهم حالتين سرطانيات، وتم يعني وكان تشخيص مبكر وتم معالجتهم وتقديم العلاج المناسب لهم. بدي اقول هون كلمه كمان اخرى، انه حتى اذا تم كشف سرطان الثدي وبمراحل متاخره ستيج 4، فهناك نسبه شفاء تقترب من حوالي 22-23%. نسبه يعني كثير منيحه، نسبه كبيره، رغم انه سرطان جاي مرحله رابعه. فهو سرطان قابل للشفاء، تشخيص مبكر كثير مهم. ولذلك نحن انتم كمان دوركم موضوع التوعيه، الاعلام المقروء، الاعلام المسموع، هذا اللي هلا رح نحكي عنه. دورنا تماما. يعني دكتور حكيت عن نشاطات مشفى المواساة، حكينا عن جهاز الماموغرام، ان شاء الله يكون كل اللي هلا عم يتابعك استفاد من هيدي المعلومه كونه هو جهاز حديث. مرض سرطان الثدي بالاونه الاخيره صار منتشر لعدة عوامل. تمام. قديش دكتور التوعية، غير التوعية حتى القوة النفسية تلعب دور بالعلاج؟ طبعا هو يعني الموضوع السرطان هو صراع، صراع بين مرض وصراع بين شخص والبقاء للأقوى. فإذا ما كان في إرادة بالتغلب على العدو صحيح. الكبير اللي هو السرطان، المريض بيستسلم. واستسلامه طبعا تجاه المرض الخطير هذا ما بيتابع العلاج، فيؤدي طبعا الى انتشار المرض. شيء عم يعمله هلا مشفى المواساة حبيت كمان نوه عليه، ما غير مسبوق بالقطر العربي السوري. في دراسه هلا بتنعمل بمشفى المواساة. طبعا الماموغرام، الفحص الماموغرافي هو فحص شعاعي. هلا في شيء بالعالم اسمه الفحص بالامواج الانفراريد تحت الحمراء. هي عباره عن كاميرا مو اشعه. فهلا في دراسه طالبه ماجستير عم نساويها مع بالتعاون مع الهندسه الطبيه ومع معهد الليزر. نسبه الايجابيه كثير عاليه، الفحص موثوق اكثر من 90% وما في تعرض للاشعه. وان شاء الله بعد نتائج الدراسه حنطبقه. وهذا الخلايا السرطانية لما بتتعرض للكاميرا بتطلع بلون أحمر، السليمة بتطلع بلون أخضر. فإذا في اشتباه وقت من حوله بيعمل ماموغرام وبيعمل إيكو. أكيد. يعني يا دكتور عموما مرض السرطان له مراحل كتير خلال فترة العلاج، وكل مرحلة إلى تكلفة معينة. اليوم لما عم نحكي عن مراحل متعددة وأيضا هي متوفرة وبتكلفة رمزية أو شبه رمزية حتى، وفي بعض الأمور تقدم مجانا. تمام. يعني رغم سنوات الحرب ما زالت سوريا قادرة على أن تدعم مرضى السرطان بكافة. تمام. لا زال ظرف الأزمة. قدي حضرتكم كمان من خلال مشفى المواساة تقدروا تكونوا داعم وجزء من تمام. هاي العملية الشفائية. لا زالت الدولة السورية رغم الحرب الظالمة الجائرة التي فرضت على سوريا تقدم الخدمات المجانية للمواطن العربي السوري وبشكل مجاني بالكامل، من التشخيص إلى العلاج. ومثل ما قلتي الأدوية السرطانية هي أدوية مكلفة جدا، مكلفة، وفي حصار اقتصادي علينا حتى باستيراد هاي الأدوية. والسوريا كمان رغم أنه كمان هي كانت مصدرة للدواء لتسعين دولة بالعالم، رغم كل هالشيء لازلنا 90% من المنتج المحلي. الإنسان السوري بالنهاية إنسان خلاق، والدولة السورية كان عندها الموضوع القطاع الصحي والغذائي خط أحمر. هذا أبعد عن كل عمليات ترشيد. بالعكس نحن بفترة الأزمة عملنا مشاريع غير مسبوقة بفترة ما قبل الأزمة. دائما الشعب السوري شعب خلاق،
والدعم الدولي طبعا ما قصرت بهالقطاعين بسبيل تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطن العربي السوري اللي بيستاهل منا كل دعم وتقدير. نعم، يعني دكتورة حكينا عن نشاطات المشفى، حكينا عن الحالات بنسب تقريبية، خلينا نحكي أكثر عن الحالات اللي عم تتعالج، قديش نسبة الشفاء، الكوادر الطبية اللي عم تتعامل مع المرضى بمشفى المواساه. تماما. هلا هو كل السرطانات بشكل عام فيها البروتوكولات. هلا البروتوكول يتضمن علاج جراحي، في علاج شعاعي، وفي علاج كيميائي. تماما. هلا العلاج الجراحي يتم تقديمه في مشفى المواساة. العلاج الكيماوي كمان يمكن تقديمه في مشفى المواساة. نعم. العلاج الشعاعي عم يقدمه مشفى الأورام اللي هو مشفى البيروني. بيروني. اللي هو صار بالحقيقة جزء من مشفى المواساة. نتيجة للظروف الخاصة اللي صارت بمشفى البيروني وموقعه نتيجة الموقع اللي الجغرافي. تماما. فانتقل مشفى البيروني بجزء كبير من مفاصله لمشفى المواساة، فصار تقريبا نحن ومشفى البيروني تقريبا مشفى واحد ومشفى متكامل. هن بيقدموا العلاج الشعاعي، نحن الجراحي والكيماوي، وكله مجانا. نعم. لا يدفع المواطن. نعم. العربي السوري. نعم. ليرة سورية واحدة. نعم. أكيد. يعني دكتور كمان نحن اليوم ونحن عم نحكي أكيد عن مرض السرطان والتوعية وما يخص هذا الشهر، لازم شوي نعرج على خلينا نقول النشاطات والفعاليات اللي عم يقوموا فيها أيضا بمشفى المواساة بالتزامن مع هاي الحرب اللي عم نعيشها، عم تشهدوا حاليا تحديث وتطوير بالمشفى. نحكي عن أهم النشاطات الأخيرة اللي قمتوا فيها. هلا النشاطات الكبيره واللي صارت مشفى المواساة، اول شيء عملنا عمليه ترميم كامل لقسم الاسعاف، صار اسعاف بمعايير اوروبيه حديثه. عملنا ترميم كمان وتجهيز للعنايه المركزه، عملنا لقسم الانسانيه النفسيه. هلا المشاريع عملنا، هلا سوف يتم افتتاحها بعد اسبوع او اسبوعين، نتمنى تكون الاخباريه كمان معنا بالافتتاح. أكيد. في عملنا مصنع أكسجين ضمن مشفى المواساة بكلفة 30 مليون ليرة سوري، هذا يوفر على المشفى 100 مليون ليرة. مادة الأكسجين مادة حيوية بالقطاع الطبي وخاصة بعمل المشافي. طبعا. صار في انقطاعات، إذا انقطعت الأكسجين معناتها انشلت العمليات وشل العمل. صرنا نحن مشفى المواساة منتجين لهالمادة، منكفي مشفانا، وإذا احتاج المشافي كمان المجاورة مستشفى الأطفال، مشافي التعليم العالي كمان كنا مجهزين. هلأ خلال أسبوعين يمكن حيتم الافتتاح إن شاء الله. بالإضافة طبعا لمشاريع تانية، في مشاريع ترميم المحل ما بيناموا المرضى تبع الرابع في حوالي 200 سرير. هلأ المشروع الطموح الكبير اللي هو المجمع الإسعافي، هذا أكبر مجمع إسعافي موجود بمنطقة الشرق الأوسط، 11 طابة، 172 سرير، في 24 سرير عناية مركزة، في مهبط طائرة مشان الحالات الامرجنسي، انه اللي ما بيتحمل. نعم. وصول هالمشفى ممكن نقلها بطائرات الهليكوبتر، في مهبط خاص، في مدرج. طبعا نحن ما بننسى كمان الجانب الاكاديمي، مشفى المواساة هو المستشفى الاكاديمي الاول الموجود، بيتخرج منه طلاب الطب وطلاب الدكتوراه وطلاب الماجستير. في عندنا 550 طالب دراسات عليا، في عندنا 4000 طالب طب بيتدربوا بمشفى المواساة. فبشكل متكامل خلية نحل عم نشتغل، وزادت فعالية الشغل كتير وظهرت بفترة الأزمة. أكيد. وهون الإعجاز السوري خلينا نسمي. أكيد. طبعا. الله يعطيكم العافية دكتور. يعني سلمى، دائما المشافي الدولة دائما عم تثبت انه هي رغم ظروف الحرب، رغم الحالات اللي عم تجيها، هي بحالة تطور. بدنا نتشكركم كثير. بدنا نحكي يعني نصائح، لنرجع لسرطان الثدي، نصائح منك دكتور لجميع النساء اللي هلا عم يسمعونا. هلا اول شغله طبعا بنحكي على موضوع اي امرأة في عندها وراثة من الدرجة الأولى، قرابة من الدرجة الأولى، يعني الأم أو الخالة، لازم يكون في لون انتباه خاص. هي نفسها دائما منسقف المرأة بشكل عام، إنه وقت بتروح مثلا بتدخل على الحمام، هي نفسها تفحص نفسها، إذا لاحظت أي تغير بالشكل
اي تغير بظهور بعض الكتل سواء بالثدي سواء تحت الابط، انه تراجع الطبيب. هلا في اورام، لانه كثير اورام سليمه كمان بالثدي، مو كلها هي صح. اورام خبيثه، فتراجع مشان تقرير فيما اذا كان هذا الورم سليم او ورم خبيث. ومثل ما قلنا، حتى اذا كان خبيث نسبه الشفاء في 100% اذا تم التشخيص المبكر. اكيد طبعا التدخين، الكحول، كمان هدول عوامل كمان مؤهبه. بدنا مانعات الحمل نحاول نبتعد عنها كمان، خاصه مانعات الحمل الاستروجينيه، لانه ثبت انه مال المديد والسنوات الطويلة كمان لها تأثير مسرطن. أكيد. يعني الدكتور عصام الأمين مدير مشفى المواساة، نشكر وجودك معنا اليوم، شكرا لكل المعلومات اللي قدمتها لنا، وأكيد أهلا. كل التوفيق للمشفى، المشفى اللي هي صرح من الصروح العلمية والتعليمية في سوريا. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا.